شبه بالسلاح. يعطينا لمحة الشبابيك. نحتفي هذا اليوم باليوم الوطني للصحافة مع الأسرة الإعلامية. كانت لنا الفرصة لعرض نشاط المديرية الجهوية للجمارك بوهران وعرض مهام إدارة الجمارك الحمائية بالتنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني للشعب وقيادته وأفراد الأمن الأخرى بمختلف أسلاكهم. كانت لنا الفرصة أيضا لعرض كثير من المحجوزات خاصة تلك التي تمس بالأمن وصحة المواطن. رسالتنا أن أفراد الجمارك متجندون وفق رفقة مختلف الشركاء الأمنيين لحماية حدود الوطن، لتسهيل عمليات التجارة الخارجية، لدعم المتعاملين الاقتصاديين الخلاقين للثروة.